والعورة هي ما يجب تغطيته وستره من بدن الإنسان، وتسمى سوءة لأن الإنسان يسوءه أن ينظر إليها من سواه. وما دام الإنسان حياً فعورته محصورة فيما يجب عليه ستره، مثلاً في الصلاة، أو ما يجب على المرأة ستره عند الرجال الأجانب. أما في غير الحياة إذا مات الإنسان فإن ابن آدم يكون سوءة جميعاً، ودليل ذلك ما جاء في سورة المائدة في قول الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فأواري سوءة أخي المقصود بها جثته كاملة، فقد أصبحت سوءة بعد الموت، لأنه مما يسوء الإنسان أن ينظر إليها بعد الموت وهي عرضة للتغير. وهذه أول جنازة عرفت في البشرية كلها، أول جنازة في تاريخ البشرية جنازة هذا الرجل من ابني آدم، وهو هابيل، وعندما قتله أخوه قابيل.